الله عز وجل دعاك في هذا الشهر إلى قيام الليل كل يوم، دعاك إلى صلاة الفجر في المسجد من صلى الفجر في جماعة، دعاك إلى ترك المعاصي والآثام. فالإنسان إذا قدر الله حق قدره وصل إليه واستقام على أمره وسعد في الدنيا والآخرة. إذا قدره حق قدره أطاعه. الإنسان دائما يطيع من؟ يطيع القوي، يطيع الغني، يطيع الحكيم العليم. فالطاعة أصل هذا الدين. هذه الطاعة تحتاج إلى معرفة بالله. ومنهجنا كله أغفلت الجانب العقدي المتعلق بالله وذهبت إلى الأحكام الفقهية. فأنا حينما أتعرف إلى الله، إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفنيت في طاعة هذا الأمر. فإذا ما في معرفة بالله في عنا مشكلة كبيرة. فأنا أرى أنه لابد من تخصيص فترة كبيرة ببرامجنا للتعريف بالله. أنا أراها أصل الدين معرفة الله. والله له آيات كونية وتكوينية وقرآنية. كونية تفكر، التكوينية نظر وتأمل، والقرآنية فهم وتدبر. فإذا أردت أن أعرف الله عز وجل من خلال آياته، هذه القنوات السالكة لمعرفة الله. نعم. الله يفتح لكم يا دكتور. ماذا عن ليلة القدر دكتور؟ هل هي ثابتة في تاريخ إذن المحدد؟ هي ليلة القدر في العشر الأواخر. نعم. وفي رأي المفردة يعني 21 23 25 27. العلماء يعني اختاروا 27. قضية يعني اختيار علماء. نعم. أما العشر الأواخر هو أفضل أيام رمضان. قيام الليل. قيام الليل. قيام الليل. صلاة التهجد. في عنا صلاة التراويح هي القيام وفي التهجد. نعم. التهجد بالعشر الأواخر بعد منتصف الليل تكون هذه الصلاة. نعم. فالصلاة نوع، والقرآن نوع، والمبالغة بالاستقامة المبالغة يعني دائما الاستقامة إلى مستوى. بس للتقريب، لو فرضنا في مخل حبته فتحته وهكذا، هذا ما بيمرق بردانة، بيمرق جوزي بس. فكلما ضاقت الفتحة تمنع أشياء كثيرة. فالاستقامة الدقيقة الدقيقة الدوائر ضيقة جدا. نعم. فكلما الدوائر كبرت صافي تفلت. نعم. فإذا العشر أواخر انضباط تام، يعني لا في مزحة ما بترضي الله، لا في نظرة فوقية. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يعني مثلا تقول الضعاف أخلاقيون. نعم. مش هي قنبلة هي. أو الأخلاق ضعيف، معنى ربط الأخلاق بالضعف والقوة، ما عاد قيمة بذاته. نعم. قيمة تابعة لقيمة ثانية. نعم. الله الكريم. أيضا بعض الأشخاص قد يكون ارتباط عمله أو أم موجودة في البيت، من الصعوبة أنه يغادر، أنه يعتكف في المساجد ويشارك جموع المسلمين صلاتهم جماعة هناك. هل له في بيته، هل له إذا كان مناوب في عمله أن يتعبد؟ إذا في غرفته يعني هو العبرة أنه أن يخلو الإنسان مع الله. ما المقصود من غرف البيت يخلو دكتور؟ يعني ما يكون في تشويش خارجي. أه. لا في أخبار، ولا في صديق طرق الباب، ولا في واحد تكلفك بشيء. أنت الآن اعتكفت. نعم. يعني انسحبت من الحياة العامة انسحاب. فإذا كان غرفة ببيتك أو زاوية بالجامع ما لو لم يستطع أن يخلو دكتور، مثلا أم لديها أطفالها لا تستطيع أن تغلق الباب عنهم، هذه معذورة سيدي. معذورة. تصلي وهي بين أطفالها. نعم. وتقرأ. نعم. القرآن. نعم. نعم. قد نعم. يخلو القلب وإن كان بين الناس. نعم. نعم. مما دون الله سبحانه وتعالى. سيدي الله يعلم. حينما يعلم عذر هذا الإنسان يتجلى عليه كما لو كان معتكفا. جميل جميل. أذكر مرة أنه إنسان دخل المسجد النبوي، رأى صحابي معتكفون، رأى صحابي معتكفين، فواحد سأله ألك حاجة؟ قال له علي دين ما أطيق سداده، وصاحب الدين يطالبني ويلاحقني. قال له أتحب أن أكلمه لك؟ قال له أتمنى والله. فخرج هذا الصحابي ابن عباس من معتكفه، واحد قال له يا ابن عباس
أنسيت أنك معتكف؟ قال لا والله ما نسيت، ولكن النبي، لكن صاحب هذا القبر ودمعت عيناه يقول: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير لي من اعتكافي 20 عاما. شو هذا؟ أن تخرج من اعتكافك في حاجة أخي المسلم هذا قمة التدين. لأن أمشي في حاجة أخي المؤمن خير لي من اعتكافي 20 عاما. فلذلك موضوع الاعتكاف ما في شيء بيطالبك، ما في عمل صالح متاح لك، ما في مهمة يجب أن تقوم بها، ما عندك شيء، اعتكف. أما إذا كان في عمل صالح، لذلك هناك نبيان، نبي آثر العمل الصالح على على علاقته بالله سيدنا سليمان، وداود آثر الاعتكاف على خدمة الخلق. يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى. أنه هوى علاقته بالله هي الهوى تبعه. فأنت بدك توازن. يعني أنا شو بقول، لو أنه شيخ أخذ إخوته إلى نزهة، لو أنه الشيخ اعتذر إخوانه وتوجه إلى الله، هذا خطأ كبير. ذهبت معهم كي يأنسوا بك صحيح. ويسمعوا منك صحيح. لذلك ورد نص نعم الاعتكاف من قلة المروءة، الوقار في البستان من قلة المروءة. أخذت أخوانك نزهة هيك حبوا يمرحوا يلعبوا، يجب أن تكون معهم، أن تسمح لهم بذلك. فالوقار والهيمنة والكهنوت في البستان من قلة المروءة. الله يفتح لكم يا دكتور. يشاركنا مستمعين الكرام باتصالاتهم في حديثنا لحلقة اليوم، وأبدأ معك يا أخت إيمان. تفضلي إيمان، أنت معنا على الهواء، تفضلي. طيب محمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ نديم. الله يطول عمرك. فضيلة الشيخ. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب إن شاء الله. يستمع إليك الدكتور محمد. دكتور محمد. الله يكرمك يا رب. أهلا وسهلا. سيدي الشيخ، بالله إذا سمعت بالعشر الأواخر، يعني يجتهد الرجال وبدأ يعني اجتهاد النساء وما لهن من الأجر. يعني نحن نعلم أن للرجل بالجنة يعني زوجات وحور وكذا، فما للنساء من هذا. والسؤال الثاني إذا سمحت لي، يعني لو هيك تعرفينا البدعة في هذه الأيام. أي واحد يعني بيحكي كلمة طلعت على النبي لا إله إلا الله بين الصلوات بين كذا، بيطلعوا لنا ناس بيقولوا لنا بدعة. وجزاك الله خير دكتور. الله يكرمك أخي محمد، شكرا للسؤالين المهمات. أمجد تفضل. أمجد تفضل. طيب يبدو أنه راح، حتى يكون معنا اتصال جديد. معنا أسئلة أخونا محمد مرة تانية. دكتور محمد طرح النقطة الأولى، إذا كان للرجال نعيم في الجنة والحور العين كما ذكر، ما للنساء من نعيم؟ هو الإنسان بالآخرة شخص بيصير. نعم. هذا الشخص له ما يسعده، أدق التفصيلات. نعم. شخص طلب العلم فريضة على كل مسلم، قالوا على كل شخص مسلم، وشخص يشمل الذكور والإناث. نعم. فهذه المرأة إنسان بالأساس، إنسان. نعم. فلحكمة بالغة جاءت امرأة، لأنه أفضل شيء ما اختاره الله لك. أنا أقول أنت مخير قولا واحدا، وإذا ألغي الاختيار في الدين ألغي الدين، إلا أنك مسير في كونك ذكرا أو أنثى. صحيح. مو باختيارك، مسير في أمك وأبيك تاني. إذن لهن نعيم عظيم في الجنة. أبداً أبداً مسير. أنت مسير أيضاً. نعم. في من حولك، فلا لابد ما يكون في شيء مهيئ لهم، ما بيقل عن الرجال أبداً. نعم. سؤال ثاني دكتور عن البدعة، هل كل ما لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة؟ يعني السيارة بدعة الآن؟ البدعة في الدين فقط. ما المقصود في البدعة دكتور؟ البدعة في الدين أن تحدث في الدين ما ليس منه. ما ليس منه. منه. طيب. وما هو التجديد في الدين؟ أن تنزع عن الدين كل ما ليس منه مما علق به. نعم. الآن علق بديننا مليون شبهة ومليون بدعة، وين التجديد في الدين؟ الدين لا يجدد، الدين يعني كامل كمال مطلق من قبل الله عز وجل، فإذا أضفت عليه اتهمته بالنقص،
إن حذفت منه اتهمته بالزيادة. أين التجديد؟ أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. النبأ صافي 100% كالألماس الماء. إجا رافد سيء مياه سوداء، رافد ثاني، رافد ثالث، المياه بالأخير سوداء صارت. ما هو التجديد؟ أن توقف هذه الروافد كلها ليبقى الماء صافيا. طيب دكتور، مثلا بين ركعات التراويح قد يخرج الإمام ويقول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتم الصلاة، ما في مشكلة. نعم. أنا لست من يصلون لهذه المستويات. نعم. لم يحدث شيء جديد. أبدأ. الصلاة واردة والصلاة على النبي واردة. نعم. بارك الله فيك يا دكتور. أم هاشم تفضل باتصال جديد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا، بس تعليق انه بالنسبه للبدع، والله اعلم انه قراءه قل هو الله احد 3 مرات بين كل 4 ركعات، فما بعرف ورده ولا غير ورده. اذا الله قال فاقرأوا ما تيسر من القران، شو صار؟ خلينا شوي واقعيين، متوسطين، معتدلين. ما بدنا نحن لاشياء صغيره جدا. مثلا واحد معه دكتوره وفي بجيبته ألم، ان ربطنا وجود ألم بجيبته مع الدكتوره، فدي مو حاطط ألم معه دكتوره، شيء مضحك. نعم. شيء مضحك. إذن لا يلزم الناس بقراءتها ولا يمنعوا. الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. تمام. أما في ناس ماسكين الوضع بشكل غير معقول إطلاقا. نعم. السؤال، عندما يطيل الإمام في صلاة التهجد في الركوع والسجود، يعني يشق على المصلين بعض الأحيان، يعني في القيام ما في مشكلة، فهمت عليك. الركوع والسجود، فهل هذا ينفر ولا؟ كان عليه الصلاة والسلام، دقيقي أختي، أخف الناس صلاة في تمام، أخف الناس صلاة في تمام، يعني الركوع يأخذ حقه والسجود والتلاوة. نعم. فالإنسان لو صلى، النبي لو صلى وحده كي يقرأ البقرة وآل عمران والنساء بركعة وحده كله، أما مع الناس أبدا، الآيات المعدودة. طب هل صلاة التهجد تحديدا دكتور لها خصوصية مختلفة؟ يعني الناس كلهم يعرفوا أن الإمام يطيل بالتهجد، ويعني يأتوا الساعة الواحدة أو الثانية ليصلوا، فلن تكون صلاة التهجد سريعة خفيفة طبعا كالتراويح. معروفة، أنت جاي للتهجد جاي. نعم. فإذا أنت ما بتقدر صلي ببيتك. نعم. إذا لا مشكلة في الإطالة، لكن إطالة منطقية، لا تصل لدرجة أن يشق على الناس. لا أبدا، صلاة استثنائية هي. نعم، للتهجد دون أن يشق على الناس. نعم، بارك الله فيك يا دكتور، وشكرا لكلامك الطيب.